تحت. طيب اسمع الكلام اللي بقوله عشان تستفيد من معاناتي. أنا الفترة الماضية غبت فترات طويلة بسبب معاناة وآلام لا تنتهي، أحيانا تحرمك حتى من النوم، وأحيانا تقوم من النوم وألم شديد ومسكنات، صداع، آلام رقبة، آلام كتف، آلام في الظهر، سويت أشعة. الآلام هذه بدت من العام الماضي وزادت السنة هذه تقريبا من قبل رمضان. رحت العام الماضي علاج طبيعي، أطباء، سافرت السنة هذه، توي جاي اليوم من سفر في علاج طبيعي بسبب الجوال. هذا مرض العصر. التقنية اليوم جالسة تولد لنا أمراض جديدة ما راح نعرفها إلا مع مرور الوقت. أنا أعاني من آلام في اليد، آلام في الرقبة والكتف، آلام فظيعة. طبعا اللافت في الموضوع انه كل طبيب او مركز تروح له مباشره من تبدا تشرح الاعراض عارف يقول لك ماذا، من طريقه مسك الجوال او الجلوس الطويل على الكمبيوتر. قريت قبل فتره ايضا تقرير لاني صرت مهتم بهذا الموضوع، يقول انه حتى صار في تشوهات في الرقبه، صار يطلع عظم جديد بشكل لانه صار في انحناءات والناس يجلسون ماسكين الجوال ساعات طويله. تقدر تشوف كم ساعة تستخدم الجوال في اليوم، تشوف كم ساعة انت حاني رقبتك لتحت علشان ماسك الجوال وتتسلى او كل مكان نروح له نجلس في انتظار دكتور ماسك الجوال. في العمل غالبا الواحد كل شيء يطلع الجوال مسوي كذا، في البيت الناس كلها صرنا وجهنا دائما الى الاسفل. هذا خطر عظيم. أنا أحكي عن معاناتي هنا، أبغى كل شخص يتجنب هذا الشيء. الجوال له طريقة مسك الجوال ومدته، المفروض الجوال يكون موازي للوجه مثل طريقة تصوير سناب هذه، لكن المشكلة أيضا في اليد، مفاصل اليد تعاني كثير، اليد من الكف والمفاصل اللي فيها من مسكة الجوال، لأنه يعتبر ثقيل لما تمسكه مدة طويلة على اليد. ف كل هذه الأعراض ممكن الإنسان يتلافاها بتخفيف استخدام الجوال. أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدامه أيضا هو يسوي تمارين. أنا يا ريت زمان كنت أسوي هذه التمارين، وموجودة في اليوتيوب مليان. الآن المرض صاروا يسمونه علميا أو مصطلح معرب، رقبة الموبايل أو